طيب خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن أعمال الترميم اللي حصلت في يعني مسجد محمد علي تحديدا من خلال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير أستاذ أحمد، صباح الخير على السادة المشاهدين جميعا. دكتور، يمكن البعض استغرب لما نعرف ان في نجفة بيتم ترميمها على مدار 3 سنوات تحديدا، ايه الحكاية وليه استغرقت هذا الوقت؟ سؤال حضرتك جميل وفي محله فعلا وملفت. النجفة هي ليست نجفة عادية، نعم، فيمكن التعامل معها بشكل مباشر، وبالتالي ما كانتش تستغرق كل الوقت ده ولا الجهد ده، لكن لانها نجفة أثرية قديمة يروى انها يعني أهديت من لويس فيليب ملك فرنسا لمحمد علي، دي الروايات المتواترة. والنجفة زي ما حضرتك قلت في المقدمة قطرها حوالي 5 متر وارتفاعها حوالي 3 متر، تكون مجموعة شاسيهات وحلقات متتالية من الداخل من الخارج للداخل، بتشمل على شبكة كبيرة من الأسلاك الكهربية المعقدة اللي هي بتضيء كل جانبتها. التعامل معها كان بحرص شديد جدا، تم تنزيلها الأول والتعامل معها، وزي ما قلت فعلا التنظيف الميكانيكي المباشر وإزالة الاتساخات اللي فيها، إعادة استجماع القطع اللي فيها، قطع فيها صغيرة كانت مفقودة فتم إعادة صناعتها وصبها مرة أخرى. وطبعا كل ده على يد طبعا فريق ترميم متخصص وعلى اعلى كفاءه، فريق ترميم مصري من الاداره المركزيه للترميم بالمجلس الاعلى للاثار، وهذا عهدنا برجال الترميم المصريين. يعني نعم، احنا بنتكلم على 1095 يوم تقريبا لترميم هذه النجفه. السؤال اللي عاوز اساله لحضرتك، الاصعب فكره انشاء نجفه يعني بهذه المواصفات ام الترميم؟ هو معروف عادة أن الترميم أصعب بكثير جدا جدا من الإنشاء من فراغ. لما بتعمل من جديد بيبقى عندك حرية التصرف، سرعة التحرك اللي تعمل بيسر، لكن أنت بترمم شيء موجود وبعدين مش شيء عادي، ده شيء أثري، فأنت بتتعامل معاه زي ما احنا بنقول كده بالشوكة والسكينة لتعيده لبهائه. وأي زائر للمسجد النهاردة الحقيقة يعني النجفة بعد ما اشتغلت ونورت أضافت لبهاء وجمال المسجد جمال فوق جماله كمان، لأن هذا زي ما قلنا بتتدلى من القبة المركزية اللي كلنا بنشوفها من شارع صلاح سالم واحنا ماشيين كده، القبة الفضية الكبيرة دي هي مدلاة من منتصفها بالظبط، وبتستكمل حلقات إضاءة المسجد. يعني المسجد مش بس هو المضاء بالنجفة دي مجموعة من النجفات، كان في الأصل حوالي 9، ومجموعة من المسارج أو المشكوات اللي هي بتضاء دلوقتي باللمبات الحديثة. نعم، يعني احنا بنتكلم على مسجد أثري جوه قلعة تاريخية. عاوزين نعرف يعني أعمال الترميم بقى ككل اللي تمت في المسجد بشكل عام والسعة الاستيعابية للمسجد أيضا. الحقيقة أن قلعة صلاح الدين بتشتمل على مجموعة من المنشآت يعني كلها أحلى من بعضها. صحيح. ويعتبر جامع محمد علي هو اللاند مارك أو درة التاج اللي في منشآت قلعة صلاح الدين، وكلنا بنشوفه من كافة الاتجاهات. نعم. الجامع طبعا يعني محمد استغرق بناءه فترة طويلة على فكرة، يعني من 1830 وظلت الأعمال جارية به لحد 1848. حتى ان محمد علي نفسه لما توفي في قصر رأس الدين كان الزخارف لسه لم تنتهي وما الى هذا، وعمل له قبر او ضريح على عجل في الركن الجنوبي الغربي. نعم. طبعا نتيجه يعني عوامل الزمن والتعرض للتعريه والشمس والتراب وما الى هذا، طبعا كانت اكبر ما يعاني منه المسجد هي اعمال الاتساخات سواء في يعني الجسم الخارجي للمسجد أو للأجزاء الداخلية منه في بيت الصلاة أو في مقدم بيت الصلاة أو الحرم. يعني طبعا كانت الأعمال جارية دلوقتي فعلا أكثر من 3 سنين، أعمال ترميم معماري، أعمال إزالة اتسخات عن الألباستر الجميل اللي هو مشهور به المسجد ومعروف باسم المسجد الألباستر أو المسجد المرمري. دي طبعا أخذت وقت كبير جدا، كان لابد من إزالة الموكيت او السجاد اللي في الارضيه عشان يتم العمل داخل المسجد لازاله الاتساخات واستكمال الاجزاء الناقصه من الاضاءه واعاده رسم الاشرطه الكتابيه البديعه اللي هي للخطاط الشهير امين ازميرلي،
وعليها نهج البرده، برده مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا فاكرين الساعه، برج الساعه الجميل النحاسي اللي طبعا كان صحيح. اختفى خلف الاتربه وما الى هذا، واجزاء كتير منه من الزجاج الملون بتاعه كانت يعني كسرت وفقدت. ده تم اعادته الى رونقه الى شبه ما كان عليه مره اخرى. الفواره الجميله اللي في المنتصف الصحن يعيد يعني ترميم كل زخارفها وازاله السخات عن الرخام، للرخام فيها يعني عليه حفر بارز مجسم جميل جدا بديع، وكان الفنان كان ينحت في عجينه في يديه وليس في رخام مرمري. الارضيات ذاتها تم جلائها جميعا فعادت لرونقها وبهاءها تاني. الحقيقه المسجد يعني الجهد الاثريين مع المرممين وطبعا تحت اشراف قيادتنا في المجلس على الاثار يعني شغالين، ولا زال العمل جاري بالمسجد لرفع كفاءته بشكل مستمر. يعني بنتكلم على الموضوع مش نجف فقط، ليس الا احنا بنتكلم على ترميم مسجد بالكامل واعادته الى رونقه مره اخرى. بالظبط. طيب فيما يخص يعني بئر يوسف، هل هيتم فتحه امام الزائرين مره اخرى؟ بئر يوسف طبعا زي ما احنا عارفين نسبة ليوسف بن ايوب اللي هو الملقب بصلاح الدين اللي هو بتنسب اليه القلعة والمؤسس الاصلي للقلعة. قصته بسرعة كده طالما حضرتك تطرقت اليه فيعني نقول كلمتين عنه. البئر طبعا شرع في حفره بهاء الدين قرقوش الاسدي اللي هو وزير اشغال صلاح الدين علشان يوفر مصدر دايم للمية، لان دي قلعة يعني حصن يعني كان وارد انها تتعرض لحصار، والمصدر ده مرتبط بسور مجرى العيون. ووصل الحفر البئر ل في النهايه ل 90 متر، وكان هو للاسف الميه يعني كانت مش ميه عذبه، فكانت ميه تميل الى الملوحه، فكان استخدامها في اي اغراض غير اغراض الطبخ والشرب. نعم. البئر طبعا على مرحلتين 40 و50 متر ورا بعض، يعني 40 ثم 50 وينزل اليه بدرج هابط. البئر تم تطهيره تماما وتمت اضاءته كمان. نعم. وجاري الان العمل على توفير الحمايه اللازمه للزوار علشان ما نقدرش نفتحه او نتيحه للزياره الا لما يكون امن، عشان في جوانب فيه لابد يتعملها ضرب زينات وما الى هذا من الخشب والحديد لحمايه الزوار. نعم. وان شاء الله سيكون قيمه مضافه لقلعه صلاح الدين، لان احنا بنجتهد ان احنا نفتح كل ما هو ما يعني كل المزارات الخاصه بالقلعه بشكل عام، الاثار داخل القلعه لاتاحه تجربه سياحيه و حتى فسحه لكل من يزور القلعه يستمتع مش بس بزياره جامع محمد علي وجامع ناصر محمد. امتى نقدر نقول ان هذا المزار تحديدا كمان بعد افتتاحه بقى قيمه كبيره قوي جوه القلعه، وعايز يوم لوحده ادعو الناس يجوا يزورونا ويشرفونا. نعم دكتور اسامه، امتى يعني نقدر نقول ان هذا المزار مفتوح امام الزائرين؟ بئر يوسف؟ نعم. ان شاء الله في غضون باذن الله، يعني يعني مش عايز ادي مده محدده طبعا لان ده شغل قطاع يعني عندنا مختلف. نقدر نقول يعني ربما ممكن يكون متاح مع بدايه العام الجديد؟ لا ممكن ياخد شويه كمان يعني، فان شاء الله احنا اول ما هنخلصه هنعلن، وحضراتكم بتساعدونا طبعا ان احنا بنعرف يعني زوار يعني زوارنا سواء من المصريين او اخواتنا العرب او ضيوف الاجانب بإتاحته عشان يعني يزوروه ويستمتعوا بزيارته برضه. نعم يعني في الحقيقة بنشكركم دكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار.